واحد بيسأل مرته بيبي. حلو كتير هالمكان، توفقنا فيه، رومانسي. على هالسي يا حبيبتي، يعني عندي سؤال. افترضي فرضا، يعني فرضا، ها مش اكيد عم بحكي انه انا متت، فرضا عم بقول لك، بس اذا متت بتتجوزي غيري؟ بعيد الشر عنك حبيبي، اكيد بتجوز، يعني هذا حقي صح؟ ان شاء الله كمان كنت تسكنوا ببيتنا. لا، بدي انا اترك الملك واطلع بالاجار. قولي لي كمان، قولي لي كمان بده يتحمم بحمامي. لا هيك دخنتها كتير انت. لا، بدي امسك الزلمه واحممه بالمطبخ بالتشط، شو رايك؟ كمان تخت مفرد، ان شاء الله كمان بده ينام على تختنا. هيك دخنتها كتير كتير انت. بدي امسكه وننام على الارض، شو رايك؟ قولي لي كمان بدي البس بيجامتي. لا هيك اطمن، هو هيك اطول واجهم منك وكتافه عريضه وعنده سكس باك. بس بعيد الشر عنك حبيبي. جايز، ما بدها حكي، اللايت، الضو هو اسرع شي في الدنيا فور شور، يعني هيك العلمي بيحكي. باردون، مش الضو هو اسرع شي بالدنيا ولا شو؟ الفكرة لما بتيجي فجأة أصغر بكتير من ضوء. لا مؤاخذة يا حبيبي، أنت وياه دو الفكرة، لا الضوء ولا الفكرة ولا شو؟ الإسهال. هاو؟ إذا أنا هذيك اليوم بحكي عن تجربة شخصية، ترى ما تفكر، هذيك اليوم صحيت بنص الليل مسهول، رحت على الحمام للحقت أفكر ولا أضوي لايت وصار اللي صار، فأنو الأسرع. انت يا عيل هيك لوين مزقق هيك؟ ها؟ لو ايش على هدومك؟ ما انا بالصحراء، فقلت بقعد براحتي. اوه من جهد البلع، وش ها؟ المخبول ولا شو؟ لا يا مثبت العقل والدين يا رب. انت عيل هيك وين رابط الرسم برقبتك؟ ها؟ الرسم برقبتك؟ قلت بلكي مر حدا. انا اوريك من هو اللي يمر. مره واحد التحق بالجيش، ففي احدى جولات التفتيش ضابط بسأل عسكري، بحكي له ايش اسمك يا عسكري؟ ضفاف يا عسكري. ليش بتترقبس؟ انا هيك سيدي. انت بدي عسكري؟ شو اسمك انت؟ سوسو يا سيدي. كيف يعني سوسو؟ هاي من وين هاي سوسو؟ هاي اسمها محرمة، ممنوع عنا يا عسكري. نعم سيدي. خذ لي اعلم فرادي واحلقوا له شعره شوية اعمال شاقة اللي عارفينها، وبعدين بتغيروا له اسمه وبترجعوا لي اياه، فهمتوا؟ حبيبي سوسو، شايف عمو هذاك؟ يلا يا حبيبي هناك، يلا يلا على بعض. تمام سيدي. مش انت اللي كان اسمك سوسو؟ نعم سيدي. طب شو صار اسمك هسه؟ سوسو الوحش سيدي. مرة واحد هو مرته بده يجدد العلاقة الزوجية هو وياها، يعني لازم منه، فرن عليها تليفون على اساس يفاجئها. الو، مرتي حبيبتي، جهزي لحالك اليوم، روح بكير. انا تعالي شو مالك؟ شو صار لك؟ عمرك ما عملتها الليلة. بدي اورجيكي اشي عمرك ما شفتي. عن جد؟ وين لك كل الحماسة؟ بس هيك الوضع مش رح يزبط، قومي طفي الضوء. بقوم بطفيه. طفي الضوء. خلص رح اطفيه. عادي، تعالي. اي بيبي. قربي شوي. قربت؟ قربي كمان. قربت. ضل عيو. اليوم ربحت ساعة بتضوي. تضوي؟ طب اضوي. خدوا نكتتي. هذا في واحد حطت عينه على الخادم اللي عنده بالبيت، فأوهمها إنه بده يشتري أغراض وراح أخذها بسيارته وطلع فيها على الصحراء. وين رايحة؟ بابا مجنون!
وقفي وقفي حكم الدين ولك جمال الدين. صلي سني بس تنظف هاللحظة وخلها ولحالنا وبدك تهرب وبابا ومش بابا. لا بابا أنا لا أقدر أتكنس كله هذا، أنا اللي سنوكر نوكر عميت عين الرعمة عين. أنا مو قايل لك تكنس هذا كله، هذا شو بده كنسر نوكنس؟ والله لا تعنس. تعال نوكنس قال ضركنس فيك كل المفتح. وين كنت اليوم وقت دوام المدرسة يا ولد؟ كنت بالمدرسة أكيد بابا. لا واضح. آسف كنت بالسينما قاعد بحضر فيلم فوق ال 18 مع أصحابي. فوق ال 18؟ فوق ال 18؟ ولك أنا لما كنت بعمرك ما كنت أعرف شو يعني فوق ال 18؟ لا واضح. أنت كيف بتضرب ابنك حبيبك دناك من لحمك ودمك؟ لا واضح. هذا يا معلم بقول لك مره واحد راح يطلب ايد واحده، فاللي طلب الايد دخل على الاب وقعد بعليك. اه عم تاخرت عليك بس والله اطلالي عندك مرتبه. اه شو قلت؟ والله بصراحه ما شاء الله عنك كل شيء تمام. ما شاء الله ما شاء الله، بس يعني الالكه يعني والله ما هي حلوه. لا عم انا مش دائما بالك، بس يعني بعد السيجاره وهيك انت بتعرف ريحه وكذا. هو انت بتدخن؟ يعني مش دائما، بس لما اكون مثقل بالشرب وهيك فبدخن لي سيجاره سيجارتين. انت بتشرب خمره كمان؟ يعني مش دائما، بس يعني لما الواحد يكون يلعب قمار وكذا ودمه حميان وهيك فبشرب لي كاس كاسين يعني. وكمان بتلعب قمار؟ من امتى؟ انا صار لي من بعد ما طلعت من السجن تقريبا. وهيك وانت انحبست كمان؟ عشو؟ لاني قتلته. أما أنا قتلت أبو البنت اللي تقدمت لها ورفضني. أمانة الله يا عم هذا وجهين رفض. طبعا لا، على بركة الله الفاتحة. هذا مرة واحد مسطول فات على محل سيديات، فايت يمين شمال يمين شمال بترنح، فات على صاحب المحل وسأله أنت محل سيديات؟ هلا حبيبي. يا معلم هذا محل سيديات؟ لا خضرجي. ما هذا محل سيديات؟ تفضل حبيبي. بعد إذنك عندك عبد الحليم؟ مين هو؟ عبد الحليم حافظ. ما إلك على الطرب والفن الأصيل؟ موجود حبيبي تفضل. موجود؟ طب بعد اذنك تناديني اياه بسرعه لانه مسكر علي، خليه يجي يزيح السياره حبيبنا. مره واحد راح يعمل معامله لقى الموظف اللي هناك عم تبكي. مرحبا. مرحبا. ايش مالك في شيء؟ خطيبي تخيل بعايرني بقول لي اني انت قصيره، امه مسميتني الازعه، بتقولي شو بدك تخلفي معالق ولا بدك تجيب الاقزام السبعه؟ بالله عليك انا قصيره اشي بزمتك بضميرك. لا لا حرام انت مش قصيره، بس غلبك توقفي عشان اتاكد. كمان انت؟ ما انا واقفه يا التافه. واحد اهبل اهبل اهبل، مش عاجبه اسمه ابدا، فراح الاحوال المدنيه وطلب تغيير اسم. ممنوع تغيير الاسم بتاتا 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 تحت اي سبب من الاسباب. وسع لي صدرك انت شوي. لا وشي واسمع شو اسمي بالاول. شو الاسم الكريم؟ رامز الزفت. زفت زفت يعني هيك بنادوا عليك الزفت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ترى اسمع انا حبيتك ومتعاطف معك، انا هيك غرفه المدير جنبي بتفوت عليه انسان حباب وما شاء الله عليه، تشرح له وضعك ممكن يتعاطف معك وبنفس الوقت ان شاء الله بوافق لك. يلا مع السلامه. هرول هذا المكتب اللي جنبه. ابعد يا زفت.
معلش لحظة. أهلا وسهلا، بيش بقدر أخدمك؟ تغيير اسم عطوفتك. تغيير اسم؟ رغم أنه ممنوع. شو الاسم؟ رامز الزفت عطوفتك. إيه؟ رامز الزفت؟ رامز الزفت؟ والله العظيم يا خبي، والله وضعك مش عاجبني. اسمع، تنزل عند قرابة تحت، آسف، عند الموظف وتعطيه هاي الورقة. توكل على الله. شو عم تجيبوا كومبرز؟ أعطاني هاي شكله وفاء. إيه؟ آه والله وافق. موضوع إنك محظوظ، ترى من سنة ما وافقوا عليك موضوع. آه يا سيد رامز الزفت، شو حاب تغير اسمك؟ علاء الزفت. إيش؟ قولوا غير يا زلمة. مهند الزفت؟ أها أحسن. ولا سمير الزفت.